بسم الله. برنامج الريفت بيديني امكانيه ان انا اعمل دراسه للشمس وللظل عن طريق ان انا في 3 دي اجي هنا اقول له فعل لي سنباس اون، فبيبقى موجود قدامي. ده كده دراسه بتدرس يوم 1 يونيو من الساعه 4:30 للساعه 8، هيبقى شكل الظل هيبقى عامل ازاي. اقدر احرك الشمس بالطريقه ديت، تمام. اقدر اجي هنا اقول له خليها شديد، تمام. اجي هنا اقول له فعل لي الشادو، ده شكل الشادو. هبدا اغير اشوفه هيبقى مثلا الساعه 2 مساء هيبقى شكل الظل عامل ازاي بالشكل ده. طيب كده احنا بندرس وقت معين. ممكن اقول له انا عايز سان سيتنج واقول له ستيل، ده اللوكيشن بتاعي. هو هنا في المانيا؟ لا، اقول له احنا مش في المانيا، يا ريت كنا في المانيا. هات لي ايجيبت او كايرو، هيبدا يجيب لي المكان اللي انا اخترته، تمام. دي خريطه بسيطه انترنت مابينج. ممكن اقول لا ديفولت سيتي ليست، هات لي القايمه بالمدن وانا هختار، تمام. فاقول له كايرو اهيت، تمام. هيبدا يجيب لي درجه الحراره والرطوبه والتايم زون، المنطقه الزمنيه، هيبدا يختارها. فده طبعا هياثر على شكل الظل في الوقت دوت. طيب هاجي اقول له هنا سان سيتنج، ده الديت اليوم اللي هيعمل دراسه، ده التايم الساعه كام. هقول له سنجل دي، هات لي يوم معين. فبيقول لي كل واحده من دول بيبقى فيها اعدادات جاهزه، سنجل ديت مثلا، مالتيبل ديت، لايتنج، تمام. تقدر تيجي هنا مثلا تقول له انا عايز ابدا حاجه جديده، يعني مثلا اجي هنا اقول له سيف سيتنج، اقول له سيفالي بحيث مش كل شويه اقدر مش هقعد ادور عليها. اقول له دي خليها لي 6:1، تمام. بحيث ان انت تقدر تبقى محتفظ باكتر من تاريخ بحيث تقدر تيجي تجيبه بسهوله. يعني ممكن تقول له دوبليكيت، تغير من 1/6 دي تخليها مثلا 1/8، اهيت، تمام. وتعمل حاجه جديده او تعمل لها دوبليكيت او ديليت لو انت عايز مش عايز تاني. فهقول له مثلا دي 1/8، اوكي. ونلغي 1/6 دول عشان لازم القوائم ما يزعلوش. سنجل ديت، هنعمل دراسة على يوم واحد، ده اللوكيشن، ده الديت بتاعنا اليوم كذا، التايم من الساعة كذا للساعة كذا. التايم هيبقى مثلا مثلا ساعة، ربع ساعة، نص ساعة. الجراوند بتاعي فين؟ ممكن مثلا يكون الجراوند بتاعي اول دور او تاني دور، هو بيجيب لي الليفلات، فانا بختار ان واحد فيهم الجراوند، لان ممكن يكون في بيزمنت، ممكن يكون، فانا بختار الجراوند اللي يبدأ من عنده الظل. يعني مثلا لو قلت له ده ليفل 2، او خلينا نجيبها مثلا روف، شكل الظل اختفي تماما، تمام، عن لما اقول له ليفل 1. طيب انا دلوقتي اقول له مالتي داي، يعني اكتر من يوم، فاقول له الديب بتاعي من يوم كذا ليوم كذا. يعني مثلا انا هبدا من يوم 17 مثلا ليوم 20، تبدا تختار فتره زمنيه تبدا تعمل فيها الدراسه من الساعه كذا للساعه كذا. اللايتنج بيبدا بقى تقول مثلا انا عايز سان لايت فروم توب رايت، وهنا ما بحددش بقى المكان وما بحددش الوقت، لا ده انا بحدد الشمس مكانها فين والزاويه بتاعتها فين، يعني ارتفاع الشمس فين والزاويه بتاعتها فين، تمام. كل دي حاجات بتساعدني ان انا اشوف اتخيل شكل الظل، هل غطى على الجيران، هل الجيران هما اللي غطوا عليه، وهكذا. هاجي هنا اقول له من الساعة 5 صباحا لخمسة صباحا، ماشي. طيب بعد كده لو انا عايز اشوف المسار دوت فيديو، اجي هنا اقول له اكسبورت، اعمل اكسبورت للدراسة ديت. هقول له انا عايز ايمج سولار ستادي، فبيبدأ يقول لي هل انت عايز كل الفريمات ولا فريم رينج من كذا لكذا. يعني ممكن اقول له بدل كده لا انا عايز بس ايه جزء معين منه. انت عايز كام فريم في الثانية؟ عايز الفيجوال ستايل اللي هو دوت، عايزه
إذا اللاين ولا شديد ولا شد ويز ايدج، الأبعاد بتاعة الفيديو اللي هيطلع، زوم تو هيعمل زوم قد ايه من المقاس الحقيقي، عايز يكتب لك كده في الجنب التايم اند ديت، تمام. هقول له اوكي، فيقول لي انت سيفها اي في اي في المكان الفلاني، خلينا نقول مثلا في الدوكومنتس، وهقول له سيف. بيقول لي انت عايز تضغط قد ايه، اقول له لا ما تضغطش. بعد كده ابقى اضغط انا باي برنامج من برامج الضغط، او ممكن تخليه هو يضغط زي ما انت عايز.